حكومة الوفاق الوطني اليمنية محمد باسوندا وعقب اجتماع مع العاهل السعودي في الرياض دعا إلى الالتزام بالمبادرة الخليجية وآليات تنفيذها المتفق عليها بين جميع الأطراف. من جهة أخرى، قالت وزارة الخارجية الأمريكية أن البند الذي ينص على منح الحصانة للرئيس اليمني في المبادرة الخليجية يشكل جزءا من اتفاق نقل السلطة. هذا وتتواصل المظاهرات الرافضة لقانون منع الحصانة في المدن اليمنية وسط إصرار شعبي على محاكمة صالح. لم تتسع المسافة بين أهداف الثورة اليمنية وبين ما تحقق منها مثل ما تتسع اليوم، فالشارع اليمني السائر في اتجاه معاكس لصفقات السياسة بقي وحيدا يدافع عن أهم مطالبه، محاكمة الرئيس، بينما تصب الجهود الإقليمية والمواقف الغربية في منحه حصانة تنجيه من ملاحقة قضائية بتهمة القتل والإبادة. يجوب الثوار شوارع المدن للأسبوع الثاني في محاولة لمنع إقرار قانون الحصانة الذي أحيل إلى البرلمان للمصادقة عليه، غير أن خط سير هذا المشروع تعثر منذ أن كان داخل أروقة الحكومة التي رفضته في اجتماع سابق، واليوم يثير خلافا حادا بين نواب البرلمان من حزب المؤتمر الحاكم وأحزاب المعارضة. فالمؤتمر يحاول تمرير القانون في 48 ساعة، ذلك القانون الذي يحصن أيضا عددا من أفراد أسرة صالح وأقرب معاونيه المتهمين من قبل الثوار بقتل المتظاهرين. أما رئيس الحكومة اليمني الذي يقوم بجولة في عدد من دول الخليج صاحبة مبادرة نقل السلطة، فقانون الحصانة بالنسبة إليه عمل سيادي لا يجوز الطعن فيه، ويجب الاستمساك به حقنا للدماء حتى وإن أعفى صالح من المسؤولية عن قتل الآلاف. تتسق المواقف الرسمية اليمنية والخليجية وتنسجم مع موقف أمريكي يعتبر الحصانة هنا مشروعة إذا تم تأطيرها في قانون، حتى وإن رفضتها الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية. مقررات تبدو وكأنها حددت سلفا الواحدة تلو الأخرى تصطدم بها الثورة اليمنية التي ضعفت قوة شارعها بصفقات استقطبت بعض الذين قادوه يوما إلى عملية سياسية نفى عنها الشارع ذاته صفة الشرعية. ومعنا من صنعاء مانع المطري عضو اللجنة التنفيذية لثورة الشباب في ساحة التغيير. سيد المطري، واضح يعني أن هناك اتفاق إقليمي ودولي على منح الحصانة للرئيس صالح، ماذا أنتم فاعلون غير التظاهر في الساحات ورفض هذا الأمر؟ أولا أؤكد أننا لن نعترف بأي قانون منذ 15 يناير، أي قانون صدر منذ 15 يناير لن نعترف به ولن نلتزم به. هذه أول نقطة. النقطة الثانية أن المبادرة الخليجية لسنا طرفا فيها، وبالتالي فإن هذه الحكومة وهذه القوانين التي تصدر هي من مخرجات المبادرة وليست ملزما لنا، ولا يستطيع أي قوة في العالم أن تفرض حصانا لقتلة. نحن متمسكون بالقانون الدولي ومتمسكون أيضا بالحق الشرعي وليس قانون القوى والصفقات السياسية. نعم. طيب. ما نستغربه هو على الأب الفاضل باسندو ورئيس الوزراء أن يكون موقفه سلبيا إلى هذه الدرجة، وأن يرى الثوار بأنهم مزايدون. هؤلاء الذين يقطعون مئات الكيلومترات حتى يصلوا إلى صنعاء يتهموا بأنهم مزايدون، بينما هو لم يشعر بمعاناة الثوار ولم يبث ليلة واحدة في العراء مع الثوار. سيد المطري، كل ما ذكرته هو أمور مكررة منذ فترة، ولكن رغم هذه المواقف وهذا الرفض المبادرة الخليجية سلكت طريقها نحو التنفيذ، والعديد من الخطوات بنيت على أساس هذه المبادرة، وبالتالي يعني حتى موضوع الحصانة رغم عدم اعترافكم به إذا أصبح قانونا ماذا بإمكانكم أن تفعلوا؟ نحن خرجنا على الدستور وهو أكبر من القوانين. خروجنا في الثورة هو كان على الدستور وعلى هذا العقد الاجتماعي، فلا يوجد شيء مثل ما يدعي باسندو أنه سيادي. الشيء السيادي هذا أصنام يجب أن تتحطم، وبالتالي فنحن سنستمر في التصعيد وسيستمر الحال كما هو عليه. لن تستطيع هذه الحكومة أن تقوم بوظائف الدولة كما كان مقررا لها، ونحن إلى الآن لم نلمس أي فعل تقوم به الحكومة لخدمة المواطنين، وبالتالي فإنها كأنها أتت فقط لتمنح حصانة لصالح وهي لا تمتلك الحق في منح الحصانة لصالح أصلا، لأنها ليست منتخبة وليست ممثلة للشعب. شكرا لك مانع المطري عضو اللجنة التنفيذية لثورة الشباب في ساحة التغيير من صنعاء.